السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. ازاي نقدر نجهز الطيور بتاعتنا لإنتاج البيض؟ نربيها من صغرها علشان خاطر هي تنتج بيض، يعني تكون وظيفتها الأساسية هي إنتاج البيض. التجهيز ده له علاقة بالأغذية، له علاقة بحاجات كتيرة جدا لازم نفكر فيها من عمر يوم لحد ما يكبر الطائر، والتجهيز ده كل خطوة فيه بتأثر على إنتاج البيض بعد كده. ممكن تأثر على حجم البيض، ممكن تأثر على عمر إنتاج البيض، يعني الفرخة تفضل تبيض لحد كام سنة، ممكن تأثر على متوسط عدد البيض في السنة الواحدة أو في الشهر أو في الأسبوع، هتأثر على كل شيء. فكل تفصيلة مهم جدا إن احنا نركز عليها خلال الفيديو ده علشان نطلع في الآخر فراخ بتبيض أكبر عدد من إنتاج البيض. تمام، هو ده الفيديو وهي دي التفاصيل اللي هنتكلم فيها. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. مبدئيا لازم نعرف امتى الفرخة بتبيض عشان نبقى مسستمين نفسنا ومرتبين الامور بتاعتنا. الفرخة بتبيض بعد 4 شهور أو 5 شهور، ده المتوسط الطبيعي اللي عند اغلب الناس. لكن لما تهتموا بالطيور بتاعتكم زي ما احنا بنهتم بيها كده، ممكن الفراخ بتاعتكم تبيض مثلا على نقدر نقول 3.5 شهور. احنا ياما حصل معانا الموضوع ده، الفراخ بتاعتنا باضت على 3 شهور و3.5 شهور. ليه؟ لان احنا بنربي الطيور بروتين معين. اللي متابع القناة من البداية عارف كويس قوي ايه هو الروتين ده. الروتين ده هيساعده بشكل كبير ان هو يخلي الفراخ تبيض بدري. انما بداية تربية الطيور لازم نكون مقتنعين ببعض التفاصيل. اول حاجة، في عمر يوم انت لازم تعمل الاستقبال بتاعك، ولازم تقوي مناعة الطيور من وهي صغيرة. تمام، اللي هم اول 3 شهور في عمر الطائر دول بتوع المناعة، يتقوي المناعة وتاخد طائر بعد كده قادر على الانتاج وعلى مقاومة الامراض، يا اما ما تقويش المناعة وما تاخدش طائر قادر على مقاومة الامراض. وتقوية المناعة الف دال ثلاثة هي واملاح معدنية، وانت كده الكسبان، طائر هيكبر يبقى قادر على الانتاج. تمام، فبعد ما يكبر بقى الطائر ويبدأ انتاج البيض، لازم نتعرف على علاقة بعض الاشياء بانتاج البيض. اول حاجة علاقة العلف بانتاج البيض. حلو، لازم يا جماعة لما نيجي نقدم العلف ما نسمعش النصيحة بتاعت العلف البياض. العلف البياض ده اسم على الفاضي. هو اسمه علف بياض، بس انت مضطر تقدم منه كمية كبيرة، فاهمني؟ يعني مضطر تقدم منه كمية كبيرة عشان خاطر نسبة البروتين تبقى كافية. طب ليه؟ ما تشتري علف عادي. تمام، العلف اللي نسبة البروتين فيه بتتخطى 21% او 21%، ده بيبقى فيه نسبة بروتين كافية ان انت تقدم كمية قليلة من العلف. ودي اول خطوة لازم ناخد بالنا منها، نوع العلف وطبعا جودته وكفاءة العلف وكل الكلام ده لازم نركز فيه. كذلك برضو عشان نجهز الطيور لإنتاج البيض لازم نعرف دور الكالسيوم في الموضوع. الحجر الجيري، بودرة البلاط، الجيري المط، في الحاجات دي كلها، او الادوية زي ديكال بشري او غيره، او اي نوع دواء بيقدم كالسيوم، او اي مصدر الكالسيوم بشكل عام طبيعي او دواء. حلو، ده مهم جدا عشان قشرة البيض بس، لا عشان صحة الطائر وصحة عظم الطائر، وعلشان البيضة نفسها كلها بمكوناتها البياض وكل حاجة، وعشان قشرة البيض. فلازم برضو نكون على دراية بأهمية الكالسيوم. مينفعش أبدا نربي الطيور من غير ما نهتم بعنصر الكالسيوم، لأنه مهم جدا 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 وأساسي وضروري، مش بس لتكوين البيضة وإنما لتكوين جسم الطائر بشكل عام، اللي هو هيبقى الماكينة بتاعتنا اللي بتطلع لنا بيض. وعمرها ما هتطلع بيض ابدا طول ما احنا مش مهتمين بيها ومش مهتمين بالعناصر الغذائيه اللي المفروض بتدخل جسمها وبتساعدها على تكوين البيض. تمام، ده بالنسبه للنقطه دي. في نقاط تانية طبعا، في نقاط كتيره تانية لازم نتكلم فيها. لازم نعرف دور السيلينيوم، علاقه السيلينيوم بانتاج البيض البلدي. يعني البيض عموما اللي احنا بناخده من الطائر نتيجة ايه؟ نتيجة خصوبة عند الديك وعند الفرخة. لازم يبقى الاتنين عندهم خصوبة، خصوصا طبعا الفرخة. حلو، الخصوبة بتاعت الفرخة لما بتزيد انتاج البيض بيزيد، ده شيء طبيعي. وخصوبة الديك لما بتزيد تكسيره على الفراخ بيزيد، فالبيض نسبة المخصب منه بتبقى اعلى، نسبة البيض المخصب منه بتبقى اعلى. حلو، ف انت مهم عندك ده ومهم عندك ده. مهم ان يكون الديك عندك محفز عشان يحفز الفرخة، ومهم برضو تكون الفرخة محفزة علشان تفضل تنتج 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 على طول من غير تعطلات. الخصوبة دي تتعلق بالسيلينيوم.
لازم نهتم بالسلينيوم يا جماعه، لازم يتقدم في الميه بتاعه الدجاج البلدي، هنجيبه من الصيدليه نقول له عايز سيلينيوم للطيور بتاعتنا عشان نعلي الخصوبه، هيقول لك تستخدمه بكميه قد ايه بالنسبه للسلاله اللي عندك ونوع الطائر اللي عندك وكميه الطيور، عدد الطيور واحتياجك، هل الخصوبه ضايعه خالص عند الطيور ولا محتاج تعززها بس، لان الموضوع بيفرق. تمام، وكده كده مش مكلف السيلينيوم، مش مكلف، وفي مصادر كتيره قوي لزياده الخصوبه برضو، بس اغلبها ممكن تعمل حر شويه زي الشطه زي الفلفل الاسود، لكن عندك الزنجبيل، الزنجبيل بيزود الخصوبه ومش بيرفع درجه الحراره. حلو، عندك الجرجير، الجرجير بيزود الخصوبه ومش بيرفع درجه الحراره، والفجل وبعض انواع الخضروات، كل الحاجات دي بترفع الخصوبه وزي السيلينيوم بالظبط. تمام، بعد كده لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا تتعلق بانتاج البيض. حلو، الا وهي ايه؟ الا وهي تحضير الاماكن بتاعه البيض والعشش اللي فيها اماكن البيض. يعني لازم نكون محضرين الاماكن دي كويس قوي ومعودين الطيور عليها عن طريق كده بيضه بلاستيك، لو الطيور لسه بتبيض جديد بيضه بلاستيك كده او شويه بيض بلاستيك يتحطوا على جنب، الطيور تنقر فيهم تلاقيهم مش بيتاكلوا، ده هيفيدنا بعد كده علشان ما يجربوش ان هم ياكلوا البيض بتاعهم بعد كده. تمام، ولما يتعودوا على المكان ممكن نحوش البيض البلاستيك. حلو، تحضير المكان وتجهيزه والقش اللي فيه او التبن او اسمه ايه ده نشارة الخشب او اي حاجة. تمام، يفضل يكون رملة، الرملة هي افضل فرشة ممكن تحطها تحت الفراخ، رملة ناعمة. تمام، تحضير المكان هو جزء مهم جدا لانتاج البيض وزيادة انتاج البيض، لان هما بيرتاحوا اكتر في المكان ده، وبيبقى المكان ده مجهز ليهم ومخصص ليهم، يكون ضلة، يكون بعيد عن الشمس، يكون بعيد عن الديوك، يكون ركن كده بعيد عن باقي الطيور علشان خاطر يبقى عندهم امان كده، ان هما حاسين بالامان وهما بيبيضوا. حلو، فانت لو عملت كل الشروط دي واهتميت بقى بالنظافة والتغذية، وكل طبعا فصل من الفصول له الاكل بتاعه، له نوع خضروات، له طريقه تحضير الاكل، الشتاء الاكل يبقى دافي، في الصيف ما يبقاش سخن، الميه بتتغير باستمرار، اهتميت بالاعشاب بشكل عام، انت كده عملت كل الخطوات اللي هتساعدك انك تزود انتاج البيض. فاضل لك ان انت يبقى عندك سلاله اصلا بياضه، وفاضل لك ان انت تهتم بالغذاء بشكل عام وبكميات الاكل وبالمواعيد وكل حاجه، يبقى انت كده زي الفل، ما عندكش اي مشاكل، انت كده جهزت الطيور بتاعتك لانتاج البيض. ولو مشيت على الروتين اللي احنا ياما اتكلمنا فيه قبل كده على القناه كذا مره، ارجع للفيديوهات القديمه واكتب كلمه روتين، ابحث في القناه هتلاقي الروتين بتاعنا لزياده انتاج البيض، هتلاقي الفراخ بتاعتك بتبيض من عمر قد ايه؟ من عمر 3 شهور و3 شهور ونص. هذا ما يحدث معنا، يعني ده اللي بيحصل معانا بالتفصيل، احنا مش بنحاور عليك، فعلا ممكن الطيور بتاعتك تبيض في الميعاد ده. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على 1000 مليون خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.